رغم أي مشكلات أو عقبات أو تحديات، ولكن مصر بتستمر ودايما إن شاء الله تستمر في التنمية وتستمر في البناء إن شاء الله عشان توفر مستقبل أفضل لينا وللأجيال اللي جاية، رغم تحديات كتير من بينها مثلا كورونا. رغم أن العالم كله كان متوقف تقريبا بسبب كورونا، ولكن كان الشغل مستمر، البناء مستمر، كل خير مستمر في هذه البلد، رغم أن دول كتير في العالم كانت قافلة وما كانش حد بيتحرك. في الإطار ده النهاردة بقى الخميس، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بينظم مؤتمر مهم جدا عنوانه حقوق الإنسان وبناء عالم ما بعد الجائحة. ناس بتفكر هتقعد عشان تتبادل خبرات، تشوف تجارب ازاي رغم سنة كورونا العالم كوفيد 19 سنة 2020 دي، رغم الظروف الصعبة اللي العالم واجهها، ولكن كان في محاولات للبناء رغم الجائحة. يتم استعراض مجموعة من الخبرات التنموية بمشاركة كبار المسؤولين في الدولة، ممثلين عن عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. 5 وزراء، 37 سفارة أجنبية، 50 وكالة إعلامية دولية، منظمات دولية، 50 نائب وبرلماني مصري، 15 خبير ومتحدث، عروض مبادرات مصرية ودولية، أفلام وثائقية، مناقشات حية مع الحضور، كل ذلك في مؤتمر حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد الجائحة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، فندق فور سيزونز 8 إبريل، ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برعاية